نشرة ثامنة من يو تي في نبدأها بالعناوين. تأييد نيابي لقرار السودان توظيف شركة عالمية في تدقيق التريليونات المنهوبة، ونزاهة توكل محققين متخصصين بملفات الفساد الكبيرة. بغداد تستعد لطي سنوات الخلاف مع أربيل، والديمقراطي يتريث في بدء المفاوضات إلى حين استكمال تفاهماته مع الاتحاد. التعيينات العشوائية لحكومة التصريف تعمق أزمات المدينة الفقيرة، الترهل يضرب دوائر المثنى ويملأ المؤسسات بموظفين لا يعملون. متحف الإعلام العراقي يعرض بلبلا إذاعيا أهداه هتلر إلى الملك غازي، وقاعة تحاكي استوديو الرياضة في أسبوع. أهلا بكم إلى التفاصيل. لم يعرف حتى الآن الرقم الحقيقي لتريليونات الدنانير المسروقة من حسابات الأمانات الضريبية والجمركية، رغم مرور شهر على الكشف عن السرقة المصنفة الأكبر في تاريخ العراق. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني صرح العراقيين بعدم علم مؤسسات الرقابة المعنية بحجم الأموال المنهوبة، بما فيها ديوان الرقابة المالية الذي يفترض أن يكون معنيا بهذا الأمر، ما دفع الحكومة إلى التحرك للاستعانة بشركة عالمية كبرى للتدقيق في الأموال وتقديم تقرير مستقل حول كمية الأموال المسحوبة من الأمانات. مواجهة الفساد الهدف الأهم بالنسبة للحكومة، كما يشير المنهاج الوزاري، وهو لا يقف بحسب السودان عند إعلان القضايا أو إصدار الأحكام القضائية بشأنها، وإنما يريد أن ينتهي باسترداد الأموال المنهوبة والمتورطين في نهبها. سرقة تريليونات الضرائب، ملف لا يزال يتصدر جدول أعمال الحكومة الساعية لكشف ملابسات القضية والوصول إلى نهاية الخيط واسترداد أموال العراق. مهمة يزيدها صعوبة غياب الرقم الحقيقي لتلك الأموال، ما دفع مجلس الوزراء إلى تخويل رئيسه بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتدقيق الضمانات الضريبية والجمركية بعد إخفاق مؤسسات الرقابة العراقية في حصر المبلغ المنهوب بحسب السوداني. خطوة يراها نواب واسعة نحو كشف الرقم الدقيق للمبالغ المسروقة، وأين هي الآن؟ فللشركة الأجنبية ما ليس لغيرها داخل العراق من إمكانية العمل بمعزل عن الضغوط السياسية والمصالح الحزبية. قد يكون الشركات هيك إمكانيات عندها، يعني راح نبتعد عن المحسوبية وعن الضغوطات. أتصور حتى نحمل المسؤولية لشركات مهنية مطلوب من عندنا، يعني أنا مع السيد دولة رئيس الوزراء في تكليف هكذا شركات لاسترداد الأموال حتى في الخارج. النزاهة الاتحادية شكلت هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى من خلال توكيل محققين خاصين يتولون فتح الملفات المركونة في الأدراج منذ سنوات وتتبع الأموال المهربة إلى الخارج منذ 2003 والمقدرة بأكثر من 360 مليار دولار. احنا كمجلس النواب الآن نعمل بجد، خاصة بعد ما يعني أصبحت الآن حكومة كاملة الصلاحية، نعمل بجد ومتابعة موضوع أداء الحكومي وقضايا أداء دور الجهات الرقابية. القوانين موجودة. جائحة الفساد، هكذا يصف رئيس الوزراء ما يتعرض له العراق القابع في ذيل قائمة الدول وفق معايير الشفافية والنزاهة، والمتصدر منذ أعوام سلم البلدان الأكثر فسادا أو عجزا عن استرداد أمواله المسروقة وخيراته المنهوبة. علي أسد، يو تي في. وكان رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني قال إن حكومته ستتعاقد مع إحدى شركات التدقيق العالمية الكبرى لمعرفة الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية والجمركية ومتابعة التحقيقات وجهود الاسترداد، لافتا في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن الجهات الرقابية الرسمية لا تعرف المبلغ الدقيق المنهوب من أمانة الضرائب. طيلة الفترة الماضية وأنا أتابع التحقيقات المخاطبات الرسمية، ماكو فد رقم رسمي حتى تعرف ايش قد حجم السرقة. لذلك اليوم صار قرار
التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والجمركية، وثبتنا هذا المشروع في وزارة التخطيط حتى نحصل على تقرير واضح من شركة تدقيق عالمية مختصة. وبإعازة مباشرة من السودان، شكلت النزاهة الاتحادية الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وذكر بيان حكومي أن هدف الهيئة مكافحة الفساد طبقا للمنهاج الوزاري بآليات غير تقليدية لتجاوز السلبيات السابقة ولتسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها. وأورد البيان أن السودان وجه بتشكيل فريق ساند للهيئة بصلاحيات واسعة يترأسه المدير العام في وزارة الداخلية الفريق عبد الكريم عبد فاضل. السوداني تحدث أيضا عن طلب مجلس الوزراء من البرلمان سحب عدد من مشاريع القوانين وبعضها أثار الجدل في الأيام الماضية، منوها إلى أن تلك المشاريع ضرورية لكنها يجب أن تكون متطابقة مع وجهة نظر الحكومة الحالية. القانون الأول سحب مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، الثاني مشروع قانون مجلس الإعمار، سحب قائمة السفراء الذين تم ترشيحهم، قانون تعديل قانون الشركات، قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، قانون خدمة العلم، التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، وأيضا خول رئيس مجلس الوزراء بصلاحية سحب مشاريع القوانين بالتنسيق طبعا بعد التأكد من حاجة أو قرار الوزارة المعنية. هذه القوانين هي ضرورية لكن يفترض أن تكون مطابقة لوجهة نظر الحكومة الحالية. قال النائب عطوان العطواني إن حكومة السودان تعمل على دراسة مشاريع القوانين المرسلة لمجلس النواب بما يتماشى مع المنهاج الوزاري، مؤكدا ليو تي في أن الحكومة ستعمل على تعديل بعض المشاريع المثيرة للجدل بعد سحبها من المجلس. في الواقع يعني شخصيا أنا كنت متوقع أنه هذه القوانين تسحب من قبل الحكومة بعد دراستها ومراجعتها، وجدت أنه هي ما تتماشى ويا برنامج السيد السوداني وحاول حتى ويا برنامجه كدولة القانون وكإطار، وبالتالي شيء جيد أنه تسحب وتراجع حتى تتكيف مع الوضع الحالي وحاجة المواطن. ومن أبرز هذه المشاريع اللي كنت متوقع سحبها هي ما تعلق معالجة موضوع العشوائيات اللي فرض من خلال القانون فرض رسوم على الساكنين هذه العشوائيات اللي هي بنيت من أموالهم البسيطة، فبالتالي إرجاعها هو دراستها وتكييفها وحقيقة تنفيذ مشاريع بها طموحة تحقق رغبة ومتطلبات المرحلة والمواطن العراقي. للمزيد ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بك دكتور عبد الرحمن. يعني دكتور، كما تابعنا إعاز السوداني المباشر، تم تشكيل النزهة الاتحادية اليوم الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والذي قال مكتبه بأنها ستعمل بآليات غير تقليدية تتجاوز ربما السلبيات السابقة، أيضا تسرع بمواجهة ملفات الفساد الكبرى وتسترد المطلوبين بقضايا الأموال العامة المعتدى عليها. كل هذا ما جرى، هل أنت متفائل بتشكيل هيئة كهذه؟ هو بصراحة احنا يعني اعتدنا كل ما تشكل لجنة معناته ان الامر سيزداد تعقيد، يعني ليس بالضرورة ان تكون نتائجها ايجابية، لكن الحقيقة اتأمل ان تكون هذه اللجنة تختلف عن اللجان السابقة، والا هي هذه واحدة من مهام هيئة النزاهة العامة، يعني متابعة قضايا الفساد ومتابعة المطلوبين ولديها صندوق استرداد الأموال، يعني هذه من مهامها الأساسية. شنو الآليات اللي راح تضاف حتى ممكن أن تكون هذه اللجنة فاعلة؟ هذا مطلوب أن يتضح من خلال التخويل اللي راح يصدر عن مجلس الوزراء بتخويل هيئة النزاهة وهذه اللجنة التي شكلت حتى تكون
يعني أكثر فاعلية وأكثر نشاط. إحنا مشكلتنا في قضايا هيئة النزاهة، هيئة النزاهة عندما ترد لديها المعلومات عن قضية ما تبدأ بعملية التحقيق الأولي، ثم بعد أن يكمل ترسل إلى القضاء، وفي القضاء يعاد التحقيق مرة أخرى، وربما ينسف كل ما بدأت به هيئة النزاهة، ونشوف أن الأحكام بالغالب لا تنسجم مع حجم الفعل. طبعا هذا بفعل التكييف القانوني اللي حصل في السنوات الأخيرة، لأنه قضايا الفساد يعني أنا أعتقد أنه يفترض أن تكون تجرم بأعلى درجات العقوبات، يعني لا أن تكون لمدة سنتين أو 3 سنوات أو 7 سنوات كأقصى حد. فهذه واحدة من الأمور التي أدت إلى التراخي في موضوع المحاسبة، أنه العقوبة قليلة وربما لا تنسجم مع حجم الفعل. يعني احنا مرت بنا العديد من الحوادث، يسرق 30 مليار دينار عراقي ويعاقب بسنة مع إيقاف التنفيذ، أو بغرامة 250 دينار أو 150 دينار وهكذا، لا ينسجم مع حجم الفعل. فأنا أعتقد أنه هذه اللجنة مهمتها تغلظ العقوبة حتى ممكن أن نحد من الفساد. نعم. طيب إذا كان السوداني أوعز بتشكيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، برأيك فلماذا يوجه بتشكيل فريق ساند لها يرأسه مدير عام في وزارة الداخلية برتبة فريق؟ يعني هو هذا الموضوع مشترك بين أكثر من جهة، يعني هيئة النزاهة ربما تكون الطرف الرئيس، ولكن الأطراف الأخرى المساندة، لأنه عملية التحقيق وعمليات إلقاء القبض والتحري هذه من مهام وزارة الداخلية، ثم المركزي أيضا طرف بالموضوع باعتبار أنه معظم الأموال لابد أن تمر عن طريق البنك المركزي، سواء عن طريق التحويل الخارجي أو داخلي، ومهمة التعقيب. فأنا أعتقد أنه هذه فريق وليس مختصة بهيئة واحدة، ثم أنه وزارة الداخلية لديها مديرية معنية بهذا الأمر، وكذلك الحال في البنك المركزي. فأنا أعتقد أنه هذا أمر طبيعي أن يكلف من الداخلية في إدارة هذا الملف. نعم. طيب يعني هل صار معلوم لديك من هي شركة التدقيق المالي الدولية التي تريد الحكومة التعاقد معها لتحديد حجم التريليونات المنهوبة من أمانات الضرائب؟ هما شركتين الحقيقة، العراق تعاقد معها منذ عام 2004، وأنا أعتقد أنه شركة أرنست هي الشركة الأوفر حظا بالتدقيق، لأنه لا تزال هي تدقق كل تعاملات البنك المركزي وبعض الدوائر الأخرى في وزارة المالية وحتى في ديوان الرقابة المالية. فأعتقد أنه هي الشركة الأوفر حظا، شركة بريطانية معنية بمسائل التدقيق، وأيضا أنا ميال أن هذه الشركة ستعمل بشفافية، حتى وإن كان معظم الكادر العاملين فيها من العراقيين المتخصصين في شؤون المحاسبة، يعني لديهم فريق من العراقيين يعملون بجد في هذا الموضوع، لكن هذه طالما أنه هي مؤسسة دولية فبالتأكيد قراراتها ليست قراراتها وإنما تقاريرها ستكون مؤثرة، يعني سواء كان في الرأي العام المحلي أو الدولي. نعم. ولكن دكتور، يعني هل تؤيد الاستعانة بشركة عالمية كبرى لتدقيق الأموال يعني وأيضا الحسابات، وما هي كلفة التعاقد مع شركة مثل هذه الشركة؟ نعم، أنا أؤيد ذلك، لأن الحقيقة سيدارد نأتي على ديوان الرقابة المالية، يعني أنا حقيقة يعني دائما هذه لدي مؤسستين دائما أضعها من ضمن الرموز السيادية للدولة، اللي دائما أرسم لها هالة جيدة، اللي هي البنك المركزي وديوان الرقابة المالية. لكن ديوان الرقابة المالية أداء تراجع يعني بالسنوات الأخيرة، السنوات الثلاثة الأخيرة، يعني إذ ما كان رئيس الديوان السابق كانت التقارير محكمة وكانت مؤثرة جدا، لكن أنا أعتقد أنه أيضا المحاصصة والحزبية دخلت إلى هذا الجهاز فأضعف من تقارير المقدمة من خلال المجاملات التي تجري بين هذه الوزارة والديوان أو بالعكس حتى مع البرلمان. فعندما تأتي مثل هذه الفرق أنا أعتقد أنه نعمل بجد من أجل المزيد من كشف قضايا الفساد، وإلا هي ترى معلومة، كل قضايا الفساد معلومة، لكن حجم هذا الفساد هو ما نريد أن نتوصل إليه. نعم. طيب، إذن الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة لكن مع الزميل علي حليم.
فاطمة شكرا لك، شادينا تحية طيبة. تسعى رئاسات الكردية إلى إنهاء التفاهمات بين أربيل والسليمانية بشأن المسائل العالقة قبل الذهاب إلى بغداد والتفاوض مع حكومة السودان بشأن ما ورد في المنهاج الوزاري من قضايا خلافية يخص أبرزها النفط والغاز والحصة في الموازنة ضمن سقف زمني. جاهزون للتفاوض. أنباء من بغداد تصل إلى أربيل لبدء الحوارات بشأن الملفات الخلافية المزمنة، لكن الإقليم يبدي تريثا هذه المرة مؤجلا زيارة وفده لبغداد لأسباب داخلية جرى بحثها في أثناء لقاءات رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مع رئاسات الحزب الديمقراطي وإقليم كردستان. هناك وفد زائر نعم سيزور هذه الأيام إلى بغداد لمباشرة آلية تنفيذ هذه النقاط، لأن هناك النقاط لها مدة زمنية محددة يجب أن تنفذ قبل الشروع في الموازنة وأيضا قبل الدخول في تشريع قانون النفط والغاز. ولكن تأخير الوفد لسبب خلافي بسيط بيننا وبين الاتحاد، سيكون هناك وفد سياسي يزور السليمانية، ومن بعدها سيكون هناك وفد حكومي مهني فني سيزور إلى بغداد. وفدان تفاوضيان لبغداد وأربيل من المقرر أن يناقشا الموازنة العامة وحصة الإقليم فيها عبر جو يسوده تفاؤل كبير ونادر بين الطرفين. أما المسألة الخلافية الأكثر تعقيدا فهي المتعلقة بقانون النفط والغاز، فالاتفاقات السياسية المثبتة بالمنهاج الوزاري منحت الحكومة 6 أشهر لحل المسألة نهائيا، وهو ما أكده رئيسها السوداني في مؤتمره الأسبوعي الأخير. السيد السوداني رئيس الحكومة اليوم هو ربما يختلف عن باقي رؤساء الوزارات، هو مدعوم بشكل واضح وكبير من قبل كل الجهات السياسية، لديه يعني في البرلمان دعم سواء من قبل الشيعة أو من قبل الكرد والسنة، وبالتالي هذه فرصة أعتقد للجميع بأن يتم حل هذه المشاكل باتجاه طبعا بالاعتماد على الدستور. وفي بادرة حسن نية وافق السوداني على طلب الحزب الديمقراطي الكردستاني إعادة فتح مقراته في كركوك المتنازع عليها، إذ ستحظى المحافظة بنصيب كبير من المباحثات بحسب مصادر مقربة من البارتي. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. أمنيا ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على 3 إرهابيين في الأنبار، وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع استخبارات ومكافحة الإرهاب في مدينة الرمادي تم نصب كماء محكمة في سيطرة الشهيد أحمد الصداق ومنطقة الطرابشة شمالية المدينة أسفرت عن القبض على الإرهابيين 3 وتسليمهم إلى القضاء. أدانت الجامعة العربية القصف الإيراني على أقليم كردستان العراق وإيقاعه عددا من الشهداء والمصابين. المتحدث باسم الجامعة جمال رشيد قال في بيان أن مواصلة إيران هذا النهج المرفوض واستمرار انتهاكاتها سيادة العراق يثبت إصرارها على عدم احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مجددا دعم الجامعة العربية لإجراءات الحكومة العراقية في سبيل صيانة سيادة البلاد والتصدي لجميع الانتهاكات الإقليمية التي تستهدف أمنها واستقرارها. وأضاف أن هذا السلوك الإيراني لا يشكل تعديا سافرا على سيادة العراق واستباحة أراضيه فحسب، بل يزعزع أمن واستقرار المنطقة برمتها. كشفت شركة تسويق النفط السموعة لإنتاج العراق 4,650,000 برميل يوميا من النفط الخام. وذكر مدير الشركة علاء الياسري في تصريح صحفي أن وزارة النفط تسعى لرفع سقف الصادرات بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية وقرارات منظمة أوبك، مبينا أن العراق يعد ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وله ثقله الكبير في سوق الطاقة. كما لفت إلى أن خطة وزارة النفط تؤكد الالتزام بسقف الإنتاج المحدد للبلاد من خلال المحافظة على المعدلات الحالية للتصدير واستهلاك المصافي، فضلا عن الاستفادة من فترة صيانة محطات الطاقة الكهربائية والتي سيتم على أساسها تلقائيا تخفيض معدلات السحب من النفط الخام لتشغيل تلك المحطات.
التوظيف العشوائي في المثنى عملية استخدمتها حكومة التصريف لمواجهة التظاهرات المطلبية من دون دراسة أو تخطيط، ما فاقم مشكلة الترهل الوظيفي. نتابع. أكثر من 275 أجيرا يوميا من العاملين في مؤسسات المثنى النفطية تم تسريحهم من العمل لعدم الحاجة إليهم بحسب إدارة تلك المؤسسات، وهو ما دفعهم إلى التظاهر أمام مبنى المحافظة وإغلاقه مطالبين بتجديد عقودهم. احنا اشتغلنا بأمر دولة رئيس الوزراء السابق 3 أشهر قابلة للتجديد، الشركات انهت العقود وقالت هاي احنا القرار اللي جاينا من وزارة النفط 3 أشهر، احنا كتاب دولة رئيس الوزراء 3 أشهر قابلة للتجديد. التوظيف العشوائي عملية استخدمتها حكومة التصريف ضمن سلسلة من القرارات لحل أي تظاهرة وتنفيذ مطالبها من خلال التعاقد مع القائمين بها من دون دراسة أو تخطيط، ما فاقم مشكلة الترهل الوظيفي وأرهق ميزانية الدولة. سياسة التوظيف التي تقوم بها الدولة غير مدروسة وسببت الترهل الكبير في هذا القطاع، في القطاع العام، وبالتالي قلة إنتاجية هذا القطاع ومحدودية تقديم الخدمات، وهذه السياسة تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل، وأن يقوم القطاع العام بالتنازل عن كثير من أنشطته وخدماته لصالح القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل. ويتهم مختصون جهات حزبية وسياسية وراء تعيين الخريجين بغير تخصصاتهم داخل المؤسسات، ما أضخم دوائر الدولة بموظفين بلا عمل كان من الممكن الاستفادة منهم بشكل أفضل في القطاع الخاص وتطويره والاهتمام به وشمولهم بالضمان الاجتماعي. استيعاب هذه الأعداد الكبيرة في القطاع العام ممكن أن يؤدي إلى قلة إنتاجية هذا القطاع، وإلى أيضا ضعف تقديم الخدمات للمواطنين، أيضا إلى مزيد من أو ضعف النشاط الاقتصادي بشكل عام، وبالتالي تأثيراته السلبية على مستوى التنمية بشكل عام وضعف النشاط الاقتصادي على المدن والمواطنين. 17 دقيقة فقط في اليوم هي إنتاجية الموظف العراقي بحسب الإحصاءات الأخيرة، و40% من الموظفين يندرجون ضمن البطالة المقنعة ولا يقومون بأي أعمال في مؤسساتهم بحسب عناوينهم الوظيفية، وهو ما يشخص حالة ترهل وظيفي وتراجع في تقديم الخدمات والإنتاج. من المثنى خليل بركات، UTV. توجه جديد في عمل الموانئ يغير النظرة السائدة باقتصاره على الاستيراد والتصدير، فإلى جانب الأنشطة التجارية تدخل صناعة الزيوت والأغذية في دائرة عملها لرفع القدرة الإنتاجية للميناء ورفض موازنة البلاد بالعملة الصعبة. مجمع صناعي في ميناء أم قصر الجنوبي يحتوي على مصانع غذائية للبقوليات والزيوت والأعلاف شرعت شركة الموانئ العراقية بتشييده. توجه جديد يغير النظرة السائدة باقتصار عمل الموانئ على الاستيراد والتصدير، فإلى جانب الأنشطة التجارية هنا تدخل الصناعة في دائرة عملها من خلال هذا المشروع، فضلا عن إنشاء صوامع وأبنية إدارية وخدمية ومخازن. يعد هذا المشروع من أهم المشاريع البنى التحتية والاقتصادية في الموانئ العراقية. يقع المشروع على مساحة 150,000 متر مربع، وهو مشروع خاص بإنتاج الزيوت والمواد الغذائية. يتكون المشروع من عدة فعاليات كبيرة ضخمة ومعامل ومخازن. ميناء أم قصر المشيد في 60ينيات القرن الماضي تنفذ فيه حزمة مشاريع لزيادة طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 10 ملايين طن سنويا، فضلا عن تغيير واقع العمل فيه ما يزيد من قدرة الموانئ على مناولة الحاويات وشحنها وتفريغها والمساهمة برفض موازنة البلاد بالعملة الصعبة. ميناء أم قصر الجنوبي هو منشأ منذ 60ينيات القرن الماضي، فصار توجه الإدارة العليا أنه نغير في واقع هذا الميناء حتى نرفع من طاقة الإنتاجية. يقول إحنا بحدود الطاقة التصمية مع الاستحداثات وبحدود 10 مليون طن سنويا، هذا المشروع راح يضيف الطاقة الإنتاجية، تغيرت طبيعة العمل أو إضافة نشاط جديد لواقع ميناء أم قصر الجنوبي.
من فوائد المجمع الصناعي الاقتصادي أنه يسهل عملية نقل المواد الخام من ظهر السفن إلى المعامل مباشرة عبر منظومة متكاملة، وهذا ما لم يكن متوفرا سابقا. يلبي تنوع عمل المواني احتياجات العراق المتزايدة في القطاعات التجارية والصناعية والنفطية، ما يمثل عامل جذب لخطوط التجارة ويرفع مكانتها في الاقتصاد العالمي. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة. لمناقشة بعض الملفات معي من واشنطن المحلل السياسي رمضان البدران. سيد الكريم، بداية مرحبا بك. سنوات كثيرة من الخلافات بين بغداد وأربيل تراكمت فيها عدة مشاكل، منها الموازنة، البشمركة، قانون النفط والغاز، منافذ حدودية. سيد رمضان، هل سيتمكن السوداني من طي صفحة الخلافات بين الجانبين أو حل بعضها على الأقل؟ نعم، أعتقد السيد السوداني، تحية بدءا لجنابكم في الاستوديو والمشاهدين الكرام، السيد السوداني فتح ملفات كثيرة جدا ونتمنى له التوفيق بإغلاقها على ما يريد، ولعل واحد من أهم هذه الملفات المتبادلة الاهتمام من بين بغداد وأربيل هي ملفات كردستان. ابتداء يجب على الحكومة العراقية أن تفهم طبيعة النظام في الدستور وطبيعة العلاقة مع الأقاليم التي تختلف عن العلاقة مع المحافظة، والتي تريد كردستان التأكيد على أن تكون هذه العلاقة تسير وفق الدستور بما يضمن له من حقوق. هذا ابتداء. القضية الثانية، الملفات واحدة تلو الآخر، ملف النفط والغاز، لكردستان حق التنقيب فيما لم يستكشف سابقا، ولكن ليس لها حق التصدير. التصدير يجب أن يكون عبر العراق، فهنا ملفين مختلفين. لكن إذا ما صدرت مع العراق مثل ما فعلت في البداية، على وزارة المالية والحكومة أن لا تمسك بموارد كردستان وتبدأ تساومها، هذا خطأ وقع في بغداد. إذن على بغداد أن تحترم حقوق كردستان في الإنتاج وفي التصدير واحترام أموالها وعدم التجاوز عليها مثل ما حصل سابقا. بما يخص المنافذ الحدودية، لا شك أنه المنافذ وفق الدستور هي للحكومة الاتحادية، ولكن التنسيق بين الحكومتين أمر وارد بما هو إيجابي وبناء، ولا يجب أن تستأثر كردستان لوحدها بهذا الأمر، ولا يجب على الحكومة أن تتصرف بشكل كامل دون التنسيق مع الإقليم. البيشمركة هي قوات حرس الإقليم، وبالتالي يعني السيد رمضان إذا تسمح لي، إذن هي عديد من المشاكل. يعني سؤالي هنا، هل يتمكن السوداني بالفعل من طي هذه الصفحة أو حل بعض من هذه المشاكل خلال 6 أشهر أو المدة التي حددها قبل إجراء انتخابات؟ أنا أعتقد يتمكن. يعني إذا ما دفع بقانون النفط والغاز سيحل إحدى الملفات. البيشمركة هو بدأ اجتماعات معهم والعراق بحاجة وسيستطيع، لأن الخلافات مع كردستان السهل فيها أنها دستورية. يعني ممكن أنه إذا ما طبق الدستور بعيدا عن الاستعراضات السياسية والتنمر السياسي سوف يتم حلها، تختلف عن بقية الملفات للنازحين وغيرها، لكنه هذه ملفات دستورية سهلة. يعني كل الأمور لها سياق، شرع قانون النفط والغاز تنتهي الإشكالية مع كردستان ويصبح كل شيء وفق مبادئ اقتصادية وإدارة عامة للبلد. مسألة المنافذ أيضا ممكن التنسيق فيها. المشكلة التي كانت هناك نفس سياسي يريد أن يعكر الأجواء ويخلق نقول زوبعات إعلامية وسياسية أكثر من كونها هي خلافات حقيقية. يعني هل اختفى هذا النفس الآن سيد رمضان؟ أعتقد السيد السوداني حتى الآن يحاول أن ينهج سياسة مختلفة مستقلة موضوعية قوية حتى الآن، ولكني طبعا أشك أن بقية الأطراف التي تعتاش على التوترات سوف تسمح له التقدم كثيرا. هو فتح ملفات صحيحة، ملفات كثيرة، ولكن إغلاق هذه الملفات سوف يصطدم ببعض الخطوط الحمر. نتمنى له الاستمرار، نتمنى له النجاح، وكلنا معه إذا ما فعلا بقي على هذه الإرادة، ولكن أنا طبعا أشك أنه سوف يستطيع كثيرا. ضرب قتل المواطن الأمريكي، ضرب كردستان، كل هذه الأمور تلوح أن هناك إرادة إقليمية وربما بعض الإرادة الداخلية بدأت تتوجس من تحركات السيد السوداني. لذلك يعني يجب أن نراقب بحذر
إلى أين ستنتهي هذه الملفات وكيف ستغلق، ولكن كلها قابلة للإغلاق إذا ما توفرت الإرادة القوية والحقة والإسناد الداخلي للسوداني في غلق هذه الملف. إذن سيد رمضان، هي تحديات كثيرة، يعني كيف يمكن أن يوازن السوداني بين مصالح عموم العراق؟ ستكون عملية صعبة، ولكن أنا أعتقد لا يصح إلا الصحيح. أول مسألة يجب أن يتصالح مع الشارع العراقي، مع المكونات العراقية، مع الواقع العراقي الداخلي. إذا تصالح مع هذا كل الأمور الأخرى ستخضع. وجربنا أن التدخل الخارجي الإيراني والأمريكي في وقت سيد مقتدى الصدر تم تحجيمه بشكل كامل بإرادة عراقية. إذن الإصرار والخطاب والاتكاء على العراق هذه أولى ألغاز النجاح. القضية الثانية الحقانية والاعتدال في كل ملف، ما هو حق حق بعيدا عن كل نفس قومي أو طائفي أو مكوناتي أو سياسي. هذه الموضوعية ستخدم كثيرا. كذلك كبح جماح الأصوات التي الغير 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 مشروعة التي تريد أن تتطاول على الدولة وسيادتها. شكراً. هذا أمر مفهوم ويجب كشفه من الشارع، لا أنه يعني تجري عملية حوارات مع المتطاولين. شكراً. على السلطة في الغرف المغلقة لإجراء التسوية. نعم، شكرا جزيلا. نعم، أعتذر سيد رمضان، هذا ما يسمح به وقتي. من واشنطن المحلل السياسي رمضان البدران، سيد الكريم شكرا جزيلا لك. أهل الديوانية يهجرون أراضيهم بسبب التصحر هذا الملف مع فاطمة. لك فاطمة. شكرا عليك. أهلا بكم من جديد. بلاد الرافدين لم تعد اسما على مسمى بعدما اجتاح الجفاف أراضي شاسعة منها، حيث يساور القلق سكان المناطق الزراعية الذين بدأوا بهجرة إلى المدن بحثا عن مورد رزق بديل عقب زحف التصحر على نحو 40% من الأراضي، وسط تحذيرات دولية من تفاقم أزمة شح المياه في العراق. الجفاف يطوق قرى الديوانية مهددا سبل العيش فيها، ويوصل الأهالي إلى المرحلة اليأس وهجرة أراضيهم بحثا عن المياه. لم تبقى من قرى الديوانية إلا هذه الأطلال، ولو لم نكن في عام 2022 لقيل إن هذه الصور تعود إلى 100 عام أو أكثر. الجفاف قتل كل شيء حتى عزيمة ساكنيها. هذه العائلة فقدت أحد أبنائها بعد أن جزع لحفر آبار لا ماء فيها، ثم أشار إلى جسده بالسلاح لتجده العائلة مقتولة. هكذا وصل شح المياه بأهالي هذه القرية إلى مرحلة يأس قاتلة. كلفتها تقريبا من 800,000 أربع آبار، يعني كل ما ينتقل إلى مكان يحفره يوم يومين ويجف. هو ما عنده، هو أطفال صغار، وصارت عنده هاي الضائقة فانطر شي يسوي. عوائل هجرت أراضيها وذهبت إلى مدن أخرى بحثا عن ماء للشرب، ومن بقي في هذا العراء يواجه مصيرا قاسيا تحت وقع تحذيرات من جفاف الهلال الخصيب الممتد من المتوسط حتى الخليج. حاليا احنا عندنا أحياء داخل القضاء شكلت نتيجة نزوح أهالي القرى والمزارعين بسبب شحة المياه وعدم زراعة أراضيهم. حاليا عملي يتلخص بتوفير مياه الشرب للقرى الموجودة حاليا. يعني أنا ما أفكر بخطة زراعية، وما أفكر بتوفير حصص مائية لتنفيذ خطط زراعية. ويحذر فلاحون من تفاقم مشاكل اجتماعية نتيجة الصراع على المياه، في حين يفضل بعضهم هجر أراضيهم على الوقوع في نزاع محلي. المياه قليلة وتوزيع ماكو عدالة بالتوزيع، طبعا تكثر المشاكل وتكثر الأحداث هاي مرة وبعد تزداد أكثر، مو من عندنا من غيرنا راح تصير، لأن توزيع عدالة ماكو. نملك 16,000 دونم، والله ألف ما نزرع، هاي صار لنا من 2019 لليوم. ويهدد الجفاف سبل العيش لخمس محافظات جنوبية نتيجة تراجع هطول الأمطار وشح مياهي دجلة والفرات، في وقت حذر العراق خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ قبل فترة من مخالب التصحر التي امتدت 40% من مساحة البلاد. نبيل عزامي، يو تي في.
وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا من ذي قار دكتور حسين الزيادي، أستاذ جغرافيا السكان والتنمية في جامعة ذي قار. أهلا بك دكتور حسين. دكتور، منظمات دولية ومنها الصليب الأحمر حذرت من عواقب اتساع رقعة التصحر في العراق إلى نحو 40%، وأيضا هجرة المزارعين نحو المدن. ماذا بعد هذه التحذيرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي الكريمة ولمشاهديك الكرام. حقيقة المشكلة مأساوية، الخطر حقيقي والمشكلة قائمة فيما يتعلق بالجفاف في العراق. الحقيقة مسألة الجفاف ليست مقتصرة فقط على العراق، وإنما هي مشكلة عالمية. حذرت الأمم المتحدة أن هناك 500 مليون عائلة تضررت بسبب الجفاف على مستوى العالم، هناك 700 مليون عائلة مهددة بالنزوح عن مناطق سكناهم بسبب الجفاف. لكن المشكلة بالعراق تأخذ أبعادا أعمق وأشد تأثيرا، لأن العراق كما هو معروف يعتبر خامس دولة في العالم تأثرا بالتغيرات المناخية والجفاف. فضلا عن ذلك، يعني أبرز مظاهر الجفاف التي ظهرت في العراق انخفاض أو اختفاء بحيرات مائية كبحيرة الساوة وبحيرة حمرين. أدى ذلك حقيقة إلى دراسات أكدت أن نهري دجلة والفرات سينخفض بمعدل 73% خلال عام 2030. هذه الحالة حقيقة تؤدي إلى ظاهرة الهجرة، ونستطيع أن نسميها الهجرة الجفافية أو الهجرة البيئية الناتجة عن انخفاض الواردات المائية، وبالتالي تردي الواقع الاقتصادي للفلاحين. والهجرة الجفافية إن صح التعبير لها مردودات سلبية على الريف وعلى المدينة في نفس الوقت، لأنها تشكل عامل ثقل وإرهاق على المؤشرات التنموية الموجودة داخل المدن. وتحدثنا الأرقام الحقيقة أرقام صادمة عن وجود 3000 أسرة هاجرت من مكان سكناها في مناطق وسط وجنوب العراق باتجاه المراكز الحضرية المجاورة وباتجاه المدن مراكز المحافظات، لا سيما في هذه المحافظات أصلا تعاني من الفقر. هذا خط الفقر الموجود، الديوانية والسماوة والناصرية والعمارة، أكثر تيارات الهجرة كانت في هذه المناطق. وبطبيعة الحال هذه الهجرة لها نتائج كارثية إن صح التعبير على المدينة. في نفس الوقت المؤشرات الزراعية تشير إلى تضرر المزارعين بنسبة كبيرة جدا. ظهرت أن هناك 38% من المزارعين أكدوا على تلف محاصيل القمح، 30% أكدوا على تلف محاصيل الشعير المزروعة. الضائقة المالية أضفت مسؤوليات كبيرة على الأسرة العراقية أو المزارعين. طيب. انخفض أيضا يعني مستويات الفقر، ارتفعت إلى مستويات كبيرة إلى دون أدنى حد الإنفاق. هذا الأمر حقيقة أدى إلى جملة من المشاكل التي يعانيها الفلاح، والتي تتمثل حقيقة بهجر أو ترك المناطق المأهولة بالسكان واتجاه لهذه الآثار المترتبة مناطق جديدة حسين. أخرى في المدن أرهقت كأهل المدن. نكتفي أن نقول أن مناطق الأهوار تراثها الثقافي وثقلها الحضاري مهددة الآن بالجفاف ومهددة بالانقراض. هذا الكنز العالمي إن صح التعبير لابد أن تكون هناك وقفة جدية ومعالجة موضوعية للحفاظ على هذا الإرث الثقافي والحضاري الكبير. نعم. تسمعني دكتور حسين؟ طيب، إذن ربما هناك مشكلة فنية. جزيل الشكر لدكتور حسين الزيادي، أستاذ جغرافيا السكان والتنمية في جامعة ذي قار.
متحف الإعلام العراقي يضم بين جنباته إرثا فنيا وصحفيا ومقتنيات، بينها بلبل أهداه هتلر إلى الملك غازي، إلى جانب معدات بث وأجهزة إنتاج أخرجت كوكبة أعمال درامية ما زالت عالقة في أذهان الأسر العراقية، منها مسلسل نادية والهاجس. عقود من الزمن احتضنتها جدران متحف الإعلام العراقي ببغداد، موثقة مراحل مهمة من تاريخ الإذاعة والتلفزيون في البلاد. نسخ نادرة لأهم الصحف المحلية تزينت بها قاعة الصحافة المكتوبة، مجلدات من أوراق صفراء حفظت أخبارا وأحداثا لعشرات السنين. وبالانتقال إلى قاعة التلفزيون تصادف الزائر أجهزة مختلفة كانت يوما ما الأكثر تطورا على مستوى العالم، معدات بث وأجهزة مونتاج مختلفة الأنواع، ومنها هذه الكاميرات التلفزيونية المستخدمة في تصوير أهم الأعمال الدرامية العراقية كمسلسل نادية ومسلسل الهاجس. اللي عرفته طبعا حتى تكون المعلومة دقيقة، مسلسل نادية يوجد الكاميرات اللي هي خلفي، ولا مسلسل الهاجس أيضا الاثنين هم إخراج أستاذ صلاح كرم اشتغل عليهم، الكاميرات الثابتة والكاميرات المحمولة اللي أكيد صورتوها حضراتكم عملوا بها، لكن هي كل الأجهزة اشتغلوا بها. يعني يوجد أدنى المكسر الإذاعي الموجود بحجم كبير في القاعة الأولى، هذا كانوا قالوا لي كانوا يسموه، طبعا أنا هذه المعلومات تجيني من الزوار تبدي المتخصصين، فمن شافوه قالوا لي الله هذا المكسر كانوا يسموه مكسر طالب القراغلي لأن هو اللي يشتغل عليه يعرف. هذا هو بلبل الإذاعة والذي كان يبتدأ بصوته بث إذاعة بغداد منذ تأسيسها عام 1936، وهو هدية قدمها هتلر إلى الملك غازي بمناسبة تأسيس الإذاعة العراقية. بلبل الإذاعة فقد بعد أحداث 2003، وقبل سنتين فقط عثر عليها الإعلامي المعروف خطاب عمر وأهداه إلى المتحف. معظم زائري المتحف من المهتمين بالإعلام أو العاملين القدماء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أكثر من يدرك أهمية وجود مثل هذا المتحف لإطلاع الأجيال الجديدة على مراحل تطور الإعلام العراقي. أهمية كبيرة لأن هذه تاريخ، هذه لها وقت، هذه حتى كل الأجيال الجديدة تعرف هذه كانت تعمل في وقت معين وفي زمان معين وكانت تعمل بهكذا طاقات وكان يعمل عليها هكذا بشر. هذه القاعة محاكية لاستوديو برنامج الرياضة في أسبوع، البرنامج الأكثر شعبية على مدى 30 عاما، قاعة حرص القائمون على المتحف أن تحتوي على الأجهزة والمعدات الأصلية وبديكور البرنامج ذاته عند انطلاقه للمرة الأولى عام 1963. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام جولتنا من استوديو برنامج الرياضة في أسبوع على الراحل الرائع مؤيد البدري. كان معكم حيدر البدري، يو تي في، من متحف الإعلام العراقي ببغداد. أكثر من 70 دراجا جاءوا من مختلف مدن العراق للمشاركة في ماراثون للدراجات الهوائية بأربيل، وتهدف هذه المسابقات إلى استقطاب السائحين. من لاعبي المنتخب الوطني للدراجات إلى هواة هذه الرياضة، ماراثون الدراجات في أربيل يحتضن الجميع ومن مختلف القوميات. أكثر من 70 دراجا جاءوا من مختلف مدن العراق للمشاركة في ماراثون للدراجات الهوائية بمدينة أربيل، حيث شهد مشاركة لجميع المواهب ومن مختلف الأعمار. هدفنا هنا هو توصيل رسالة بيئية ورسالة صحية ورسالة رياضية بأن هذه الرياضة لا تقل أهمية عن بقية أنواع الرياضات، وسنحاول في السنوات القادمة تطوير هذه النشاطات أكثر. 24 كيلومترا هو طول مسار ماراثون الدراجات الهوائية وبواقع 3 جولات، حيث شهد حضورا نسائيا لافتا لدعم البيئة والصحة والتشجيع على رياضة الدراجات الهوائية. وتهدف هذه المسابقات والماراثونات إلى استقطاب عديد من السائحين من مختلف محافظات العراق والبلدان الأخرى إلى أربيل ومدن إقليم كردستان
لما تتمتع به من إمكانيات تؤهلها لاحتضان مثل هذه المسابقات. وقبل ختام النشرة نتابع أحوال طقس العراق وبحره. نشرة 8 انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.